ايه رأيكم بقى في الصينية الجميلة العسل الخطيرة دي؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده عسل 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 شربات صراحة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين يا جماعة المحشي وجماله؟ بسم الله ما شاء الله. يلا بينا نخش الفيديو ونشوف المحشي الخطير ده عملناه ازاي، ومقاديره كانت ازاي، والخلطة السرية الخطيرة الروعة دي بتاعت المحشي كانت ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حباب قلبي؟ عاملين يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهاردة هنعمل ايه مع بعض حبايبي؟ النهاردة هنعمل المحشي المشكل، محشي كرنب وبتنجان وكوسة وفلفل، يعني محشي مشكل مع بطاية كده زي العسل. معايا البطاية القمر دي، هنعمل لها خلطة حلوة قوي قوي قوي، او تتبيلة حلوة قوي قوي قبل ما نسلقها، هتعجبكم ان شاء الله، وهتدي طعم جميل جدا جدا ومميز جدا. يبقى معانا ادي البطاية، هقول لكم دلوقتي على الخلطة اللي هنعملها. الخلطة اللي معايا او التتبيلة اللي هنتبل بيها البطاية عبارة عن ايه؟ عبارة عن بصلة واحدة بس مقطعها، وطماطمية حباية طماطمية واحدة بس برضو، هضربهم في الخلاط تمام. وهنحط عليها توابل، هنقول دلوقتي على التوابل اللي هنحطها ايه. ودلوقتي معايا البتنجان القمر ده، شايفين يا جماعة البتنجان؟ بسم الله ما شاء الله، كله زي بعضه، الله اكبر، يعني حاجة كده جميلة جدا جدا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اهو عجبني قوي. انا بحب البتنجان المخدد ده يا جماعة، اللي بيبقى لون ولون ده، بصراحة بحب اجيبه قوي، بيعجبني صراحة، وطعمه بيبقى جميل جدا، عامل زي الزبدة بالظبط تمام. اهو ده البتنجان الجميل تمام كده. ومعايا طبعا معايا كوسة كمان، طبعا هي مش مغسولة لسه، هتتقور طبعا وتتغسل، انا بوريكم بس الحاجات اللي احنا هنعملها. ومعايا ايه كمان؟ ومعايا كرنب، قطعت الورق بتاعه تمام زي الفل اهو، زي ما انتم شايفين. انا قبل كده سلقت معاكم الكرنب، بس كنت مخليه الكرنبايه بحلها، المره دي قلت اقطع معاكم الورق وهنسلقه سوا. زي ما انتم شايفين انا قطعت الورق اهو بالشكل ده تمام كده. اضرب بقى البصله بالطماطميه عشان نقول هنعمل البطايه ديت الاول هنعملها ازاي كده. دي الخلطه اهيت، او البصله والطماطميه بعد ما ضربتها في الكبه. معايا ايه بقى؟ معايا الملح، حط لها رشه ملح بس مش كتير، رشه صغيره عشان ايه تستوي بسرعه. ومعايا المعلقه الصغيره دي عباره عن حبهان وورق غار مطحون تمام كده. ومعايا معلقه كمون صغيره، ومعايا معلقه فلفل برضو صغيرة كده كده زي الفل تمام كده. وهقلب بقى كل ده ببعضه اهو كده تمام زي الفل. وهبتدي بقى ان انا ايه ادعك بقى البطة بتاعتي ديت بالبصلة والطماطمية زي ما احنا ما قلنا. انا عايزة اقول لكم ان البطاية دي صراحة يعني مغسولة حلو جدا جدا جدا، وكانت منقوعة لمدة ساعة كاملة في مية بملح بخل بليمون بدقيق، يعني مش عايزة اقول لكم اتغسلت لحد ما استغاثت صراحة يعني. تمام كده. هبتدي بقى ان انا ايه ادعك البطاية بالخلطة اللي احنا عملناها دي. طبعا بقى همسك البطاية من جوه كده اهو، من جوه هدعكها من جوه ومن بره اهو، ادعكها حلو كده من جوه بالخلطة الحلوة دي، ومن بره برضو بالخلطة الجبارة دي اهي. كده تمام قوي زي الفل اهو، وبرضو من ورا نفس اللي عملنا اهو، كده زي الفل خالص اهو. نيجي بقى على البوتاجاز، حطيت بقى معلقه سمنه في قلب المعلقه صغيره خالص تمام. وهبتدي انزل بقى بالبطايه بتاعتي
حاجه زي الفل تمام قوي كده. هاخدها تشويحه بقى كده كده زي الفل. انا اديتها تشويحه من فوق ومن تحت كده تمام. هبتدي انزل بقى بالميه المغليه اهو، كنت حاطه لها ميه في الكاتل. بسم الله. واسيبها بقى ايه تستوي. هنا بقى الميه اللي انا حطاها للكرنب خلاص غليت، هبتدي انزل بيه معلقه من الملح كده تمام، ورشه من الكمون زي الفل كده. هنا بقى ابتديت انزل بقى بورق الكرنب بسم الله. طبعا انا مش بسويه قوي، زي ما انتم شايفين كده، يدوب شوية كده وبطلعه، واروح متكية على الورقة نفسها كده. اذا لقيتها مستوية معي خلاص يبقى كده تمام وزي الفل. زي ما انتم شايفة معي اهو زي الفل اهو. ابتدي ابص كده كده خلاص اهو، يبقى هطلع على طول واخده على الحنفية عشان خاطر نوقف ايه عملية الايه السلق دي. زي ما انتوا شفتوا خلاص كده سلقناه زي الفل، شايفين الورقة طلع سليمة وزي الفل. طيب نقطعه ازاي بقى؟ هنقطعه كده بالراحة بسم الله اهو بالشكل ده. طبعا بقى المقاس اللي انت عايزاه، عايزة حجمه كبير ماشي، عايزة حجمه صغير برضو ماشي. انا بحب الحجم الايه الصغير، لا كبير قوي ولا صغير قوي اهو بالشكل ده. اروح مقطعاه كده اهو بالشكل ده اهو. شايفه الورقه قد ايه؟ اهي ورقه صغيره خالص، ازاي حجمها صغير خالص عشان بتبقى المحشيه كده صغيره ورقيقه وجميله يعني اهي. واكمل بيت انا ايه المحشي على كده زي ما انتم شايفين اهو اهو. خلص بقى انا الباقي ده كله، وبعدين نعمل خلطه المحشي سوا. شايفين الورقة قد ايه صغيرة قد ايه وجميلة، والسوا بتاعه كمان وانا بسلقه بسم الله ما شاء الله حلو ومش مقطع ولا حاجة اهو كده تمام زي الفل. هنا بقى ولعنا النار وخرطنا بصلاية حلوة زي ما انتم شايفين كده على معلقتين من السمنة وحبة زيت تمام. هنبتدي بقى نخلط كل ده كده. انا مش عايزة البصلية هنا تحمر، انا عايزاها بس ايه تبقى صفرة بس كده، تاخد لون خفيف جدا ذهبي بس كده. هنا البصله بقى يا دوب خلاص كده خدت لون زي ما انتم شايفين عامله ازاي اهي، انا مش عايزاها حمرا كده كويس قوي. هبتدي انزل بقى بشفشق الطماطم اهو بسم الله. لو عندك قرن فلفل من اللي هو الاحمر ده يا ريت تغسليه وتحطيه مع الطماطم، بصراحه كده بيبقى بيدي للطماطم، شايفين لون الطماطم حمرا خالص ازاي، وبيدي نكهه كمان كويسه جدا كده. بقى هبتدي انزل بقى بالتوابل بتاعتي. التوابل عباره عن ايه؟ ملح، فلفل اسمر، كمون، مرق الدجاج، بهارات محشي. شايفين ما شاء الله التوابل جميله قد ايه. يبقى ملح، كمون، بهارات محشي، فلفل اسمر، واحده ماجي، دي كل التوابل اللي انا حطيتها. وهسيب الطماطم بقى ايه تسبك. هنا بقى نزلت بمقدار الرز اللي انا عايزه اعمله اهو، غسلت الرز وحطيته. الصلصه بتاعتك ما تنشفهاش، تكون فيها ميه كده اهي كده تمام او زي الفل. هبتدي احط بقى ايه الخضره بتاعتي كده. الطماطم بتاع اللي فيها هايله صراحه، انا بحب الطماطم كده تبقى ايه اللون احمر كده وحلو كده زي الفل. هبتدي انزل بقى بالخضره. طبعا الخضره عباره عن ايه؟ شبت وبقدونس وكزبره ورشه صغيره كده من النعناع الاخضر كده الجميل، حاجه بسيطه كده منه، بيدي نكهه حلوه قوي قوي وطعم بصراحه رهيب. واقلب بقى كل ده ببعضه
كده بقى خلاص الورق الكرنب بتاعنا قطعناه وكله جاهز تمام. شايفين الورقة؟ بسم الله ما شاء الله، اهي مقطعة بالحجم ده بسم الله، اهي حجمها كده حلو قوي كده. خلاص الورق كمان جاهز، هنبتدي بقى ايه نحشي. انا معايا الحلة، حطيت ورقة خضرة في القعرية كده من تحت اهو، وهبتدي بقى اجيب الخلطة بتاعتي اهي. شايفين الخلطة بتاعتي جميلة قد ايه، الخضرة مظبوطة فيها والطماطم تمام وحمرة زي الفل اهي، جميلة خالص. هبتدي احشي بقى دلوقتي. بقى اجيب ايه، اجيب الورقة كده واحط فيها حبة المحشي، حبة محشي حلوين على قد الورقة، وابتدي الف واحدة واحدة بالشكل ده، ما خليش فيها رز تمام اهو، واحط في الحلة اهو. شايفين يا جماعة اهو يعني بسم الله ما شاء الله، الحلة بالشكل ده مش هتاخد منك وقت اهو. شايفة اهو الصباع بيتحشي في ثانية ازاي اهو، واحط في الحلة واحد غيره اهو بسم الله اهي. الورقة اهم حاجة نركك على الورقة، الورقة تبقى حلوة ومظبوطة معاكي، بيدي فيها هواء اهي، ما بتاخدش منك وقت خالص كده. المحشي بتاعنا زي الفل اهو جاهز، محشي الكرنب. شايفين مفيش ولا رزاية في قلب الحلة ازاي، جميل قد ايه، بسم الله ما شاء الله زي الفل. معنا بقى المحشي البتنجان والكوسة والفلفل، هنبتدي بقى نحشيهم مخلين بسم الله اهو. طبعا قورناهم وغسلناهم وزي الفل اهو. دلوقتي بقى البتنجان ما بنحشيهوش كله كده رز، لا شايفين الرز فين قبل ما اوصل لاخره، يعني فوق من النص حاجة بسيطة، عشان الرز ما بيستوي بيزيد اهو. شايفين يا جماعة انا بحشي ازاي اهو، البتنجانية ما نملهاش على اخرها، لا فوق من النص حاجة بسيطة خالص اهي بالشكل ده، وكمل بقية الكمية على كده. هنا بقى حطيت الحلة على النار، خلاص هبتدي بقى ايه ازودها بقى بالشوربة عشان تستوي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي اهز بقى ايه الحلة كده شوية، اهزها تمام كده عشان كلها تشرب من الشوربة كده. خلاص تمام سقيناها، خلاص هسيبها بقى على النار واسيبه بقى يستوي على مهله كده، ولما يتشرب اروح مهدية ايه النار على المحشي تمام كده. تمام كده، هنا بقى محشي البتنجان زودته خلاص اهو بسم الله ما شاء الله اهو، داخل على سوا خالص اهو زي الفل كده تمام. هسيبه لحد ما خلاص يشرب كل المية دي، وهروح مهدية برضه واسيبه على مهله بقى يستوي براحته كده زي الفل كده. حبايبي ادي المحشي خلاص كده استوى خلاص، شايفين ولا حطيت طبق ولا حطيت اي حاجه خالص بسم الله ما شاء الله، والمحشي زي ما هو ولا اتفرفض ولا اي حاجه زي ما هو، شايفين الجمال والحلاوه بسم الله ما شاء الله. ودوت كده البتنجان بتاعنا الخطير اهو بسم الله ما شاء الله، في الحله حاجه كده عسل عسل. نغرفهم بقى، ايه رايكم بقى في المحشي بتاعنا ده؟ خلاص غرفناه بسم الله ما شاء الله، كوسه ومحشي كرنب وبتنجان وفلفل، حاجه كده يعني روعه بجد. ودي البطايه بتاعتنا الجميله اهيت بسم الله ما شاء الله، مظبطينها وزي الفل، حاجه كده عسل عسل زي ما انتم شايفين. اذا عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك طبعا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.